نجم الجيل جاله اكتئاب وشكله كده هيعتزل الفن قريب، ولما راح للدكتور مش هتصدق قال له ايه هي الحكايه. مع بدايه الحرب اللي بتحصل في فلسطين وجرائم القتل اللي بيقوم بيها الاحتلال مع اخواتنا هناك، بدا عدد كبير جدا من الفنانين والشخصيات المؤثره في الوطن العربي ان هم ياخدوا موقف اتجاه القضيه دي. منهم اللي وقف شغله واعتذر عن حفلات زي الفنان عمرو دياب، ومنهم اللي اعتذر عن استكمال تصوير افلامه ومسرحياته زي الفنان محمد سلام، اللي اعتذر عن مسرحيه زواج اصطناعي اللي كانت بتتعمل في موسم الرياض. وعلى الناحيه الثانيه في فنانين كتير جدا اعلنوا ان هم هيكملوا شغلهم عادي جدا، زي الفنانه اليسا اللي احيت حفله في المانيا، واما الناس بدات تهاجمها ردت وقالت لهم لو كل واحد وقف شغله الدنيا كلها هتقف، وطلبت منهم محدش يزيد عليها في الوطنيه. ولكن على الناحيه الثانيه في فنانين زي تامر حسني قدمت كتير جدا لصالح القضية وضحوا بمكاسب وهمية. على سبيل المثال تامر كان عنده جولة عالمية مكونة من 30 حفلة في مختلف بلدان العالم، ده غير 4 حفلات زفاف وغير الفيلم اللي بيبدأ تحضيره وغير ألبومه الجديد هرمون السعادة. تامر ساب كل ده ورا ظهره وقرر ان هو يأجل كل شغله سواء الحفلات او الفيلم او الالبوم من اول يوم في احداث غزة، وسخر كل حساباته على السوشيال ميديا لمساعدة القضية الفلسطينية، ده غير ان هو عمل حملتين تبرعات مع الهلال الاحمر. تامر فنان مرهف الحس ومشاعره دايما بتحركه، وفضل متأثر جدا بسبب اللي بيحصل من الكيان المحتل اتجاه اخواتنا في فلسطين، وده خلاه في حالة اكتئاب شديدة جدا. والفنان لما بيدخل في حالة اكتئاب بيقضي فترة صعبة جدا في حياته، وعلشان كده خرج الدكتور محمد وائل اخصائي الانف والاذن والحنجرة وامر الفنان تامر حسني ان هو يرجع ويكمل شغله في اسرع وقت علشان يخرج من دايرة الاحباط والاكتئاب الحاد اللي هو عايش فيها وسيطرت عليه بسبب احداث الفلسطين وتسببت له في أمراض عضوية، وخصوصا إن في فنانين كتير رجعوا لشغلهم تاني وبدأوا يعملوا حفلاتهم من أول وجديد. قرار رجوع تامر حسني للشغل من تاني ده قرار صحي جدا، لأن في أسر كتير جدا هو مصدر رزقهم الوحيد، فلما تامر يعتذر عن شغل هو مش بيتضر لوحده، هو بيتضر معاه ناس كتير حواليه. بس طبعا في ناس شايفة إن حياة الفنانين وشغلهم ما هو إلا رفاهية، وإن أي فنان هيمثل أو هيغني خلال الحرب اللي بتحصل الفترة دي هيعتبروه خاين وبيع القضية، زي ما اتقال عن بيومي فؤاد ومحمد أنور. وبس كده، لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن حياة الفنانين تابعونا على صفحة نجوم الفن.